خيمة مو متكونة بس من أطباء، أطباء صيادلة ممرضين كادر كامل. يعني احنا بالنسبة ان كدورنا يعني استقبال حالات، الحالات اللي تكون حرجة وصعبة يكون يعني يتم تحويلها على المستشفى بسرعة. احنا الحالات اللي توصل لنا حالات بسيطة، حروق بسيطة، إصابات، جروح، يعني حالات أبسط من اللي توصل بالمتقدم، خلينا نقول بالمفارز اللي بالأمام. فاحنا نقدم لها رعاية صحية ضمن يعني دورنا هنا، ونحاول انه ان نكمل لها ضمادات الشغلات اللي يحتاجها، واذا يحتاج احالة المستشفى احنا نحيل المستشفى. اكثر الحالات اللي توصل لنا هي حالات اختناق، وبعضها حالات حروق تجينا، وبعضها حالات جروح، يعني حسب باعتبار انه اللي جاي يصير عليهم هي دخانية، هي اللي القنابل اللي تكون صعبة يعني جروح صعبة لا تتحول مباشرة المستشفى. احنا هنا المختنقين عيون نتيجة انه الدخانية جاي تأذي عيونهم، فنحاول انه نسوي لهم العلاجات اللازمة نوفر لها لهم. والله المواد اللي بيها احنا سمعنا البارحة من منظمة العفو الدولي حسب التقرير انه هي المفروض هاي القنابل يعني محرمة دوليا، او حتى انه ما بيها نفس الكمية اللي تجينا، اكو نوع من الغاز اسمه CS وCN اللي هي محرمة دوليا. حاليا هم جايبين اقوى نوعيه اللي هي المفروض وزنها 25، احنا دي يضربوها 250 وزنها. هاي من تنضرب طبعا يسمونها رذاذ الفلفل، بس ابسط ما ابسط بها اللي طبعا اللي تضربه براسه او هاي يتوفى اغلبهم، او يصير بي عنده نزيف وهم اغلبهم حالات وفاه او شلل. بس الابسط حاله انه يجينا تكون عنده يعني خلينا نقول نوع من العمل الوقتي، تكون عنده حرقه بالعين، سيلان بالانف زين، واضافه الى انه اختناق يصير حالات اختناق، فنحاول نعالجه على الاكسجين وعلى الاشياء البسيطه المتوفره عندنا. والله احنا يعني شفنا فد شيء يعني بهذه يمكن خلينا نقول هذه المظاهرات شفنا فد شيء كلش حلو، انه احنا يعني ما محتاجين شيء، انت على طول اكو ناس جاي تجي وتتبرع ومذاخر وصيدليات ومن كل الجهات ومنظمات دوليه، فبحاول يعني تحاول تغطينا كل احتياجاتنا. يعني قد نحتاج بعض ساعات انه شغله خلال ساعه توصل لنا، يعني ما نطول لهذا الشيء. يعني هذا دليل انه اكو تلاحم يعني لاول مره نشوفه، او هو مو ما موجود بس يعني ظهر على الساحه بالوقت الحالي، وان شاء الله نشوف يعني الخير للعراق دائما. جاينا اطباء وعندنا طلاب وعندنا صيادله وعندنا حتى من البايو جايين، يعني من كل اختصاص متطوعين من عندنا جايين نسعف المرضى يعني المتظاهرين اللي ما عندهم احد يسعفهم. وهاي يعني المفارز الادويه ومفارز يعني مفارزنا كلها من عندنا، يعني لا من حكومه لا من حزب لا من ما عايده احد، احنا من عندنا من نفسنا تطوعنا وجينا نسعفهم. يجونا اكثر شيء جماعه الحروق، يجونا المصابين باهل الضربات نعرف نتعامل وياهم، او مثلا جماعه الاختناق عندهم مفارز بالبدايه يجونهم، لان اي واكثر شيء نستخدم لهم نورمال سلاين وهذين الشغلات. يعني جسر الجمهوريه اكو بكل مفارز بكل مكان، بس اكو يعني الماي ما يلحقون عليهم يجون علينا. احنا طلاب كلية الأسراء جينا متطوعين هنا لك من قسم الصيدلة وقسم كلية تمريض وقسم طب أسنان، جينا نتطوع للمتظاهرين هنا السلميين. العلاجات الموجودة عندنا اللي احنا نجيبهن من عندنا ونوفرهن للشخص المصاب اللي يجونا اللي السلميين الموجودين المضروبين ضيق التنفس واللي يجون المضروبين اللي مصابين من هنا، ف نيجي نعالجهم بأبسط اللي الشيء اللي عندنا المتوفر موجود، البلاستر، البانديج، هذا اللي دائما احنا هنا نحتاج اكثر شيء، اكثر هذا الشيء نحتاج. اول شيء بدايه نقول الرحمه والغفران لجميع المتظاهرين والشهداء، وثاني شيء انه اول شيء احب نشكر الناس اللي تبرعت لنا بجهودها
ونشكر المتظاهرين اللي سندونا ويانا وجماعه اهل الدراجات همين وياهم. هي اغلب الحالات اللي جتنا للمفرزة اللي هي حالات اختناق، وعندنا حالات الجراحه يعني جراحات الصغرى قاعد توصل لنا لهنا. كل مكان منتشره، عندنا مفارز انه يم الجسر، وعندنا مفارز انه يم ساحه التحرير موجوده، وعندنا مفارزنا لهنا. الاحتياجات اللي شلون ما نقول احنا عفنا من الاحتياجات اللي طبيه اللي نحتاجها، انه نحتاج مخاصل للمتظاهرين وللدكاتره همين، لان هذول ما متوفرات عندي. فاطلب من الناس انه تتبرع لنا وتجيب لنا انه هاي المخاصل توفر، حط لنا اماكن مخصصه لها. احنا هنا طلاب طبعا، واكو دكاتره وطلاب صيدله واطباء اسنان. احنا هنا على مود نعالج المصابين بسبب المظاهرات والغاز المسيل للدموع. صارنا هنا بحدود 8 ايام. اول ايام جينا ما كنا لازمين مفارز، لقينا المفارز وجاي نسوي دورنا انه نساعد المتظاهرين. معظم الحالات اللي تجينا بالليل الصبح، الناس اللي تجي حالاتهم كلش بسيطه، مجرد جروح، واحنا نجبسها لهم. بس بالليل الحالات تزيد، يعني يجونا ناس مختنقين وجروح، اغلبيتهم الموجودين جوا الجسر، لان جاي يستخدمون الغاز اللي هو اصلا محرم دوليا. فاحنا جاي نسوي اللي علينا، جاي نساعدهم. معظم حالات الاختناق نقدر نرجعها، اما اكو حالات يروحون للاسعاف راسة. فاحنا هنا كطلاب جاي نسوي اللي نقدر عليه. اما من ناحيه المفارز، فاحنا هنا مفرزه واكو بعد قدامنا مفارز دي ورا. دائما النقابه مال صيادله جاي يتبرعون لنا بالادويه اللي نحتاجها، فلحد الان ما صار اي تقصير. بس قبل يومين شويه قلت المواد والادويه، كلش قلت، بالاخص يوم الجمعه اللي فاتت اجتنا كلش هواي حالات، بس اليوم عوضونا وعندنا كل المواد اللي نحتاجها. بعض الحالات الخطره تجي هي نوعين، يا اما يجي مختنق بسبب الدخان ووجهه جاي حرقه وخشمه وعده احتقان، يا اما يجيك هو اصلا مغمى عليه. اللي يجيك مختنق بسبب الدخان لان اكو بالجسم شيء اسمه ادرينالين، هذا الادرينالين بسبب الحركه جاي يهبط، الدخان بنسبه من الغاز، فالغاز اللي هو اسمه CO، فجاي يهبط الادرينالين بعد اكثر، فيجي هنا مغمى عليه تقريبا، خشمه يحرقه. فاحنا نعالجه بالنورمال سيلاين بالفكس بذن الشغلات، يلا يقدر يصعد الادرينالين، وبنفس الوقت هذا الغاز جاي يقلل من الاملاح مالته، فاحنا نعطيه نورمال سيلاين على مود يرجع الاملاح اللي فقدهن فيقدر يصحى. اما الحالات المغمى عليهن اللي هو مختنق يحتاج اكسجين، فذول دائما الاسعاف هم يتولون هذا الشيء، يا اما يعالجه واذا ما قدر يصحى يروح للمستشفى. حاليا ماكو اي شهيد مات بيدنا، دائما اكثريتهم جرحى ونرجعهم طبيعيين. اكو عمليات صغرى واكو عمليات كبرى، احنا هنا الدكاتره اكو بينا، بالاخص هنا عندك دكتور حسن يقدر يخيط جروح، يقدر يبز اوبر، فاحنا جاي نسوي اللي نقدر عليه. هنا جينا احنا صار لنا 4 ايام تقريبا او 5 ايام متطوعين لمعالجة المتظاهرين وحالات الاختناق. طبعا اغلب الحالات اللي تجينا هنا انه حالات اختناق او جروح او حروق. نعالج حالات اول شيء بالبدايه، نبدا حالات الاختناق مرات انه تكون مجرد حاله بسيطه نقدر احنا نعالجها بالنورمال سلاين، انه نخلي له بعينه او بحلقه انه يتمضمض بيه ويهبه، هاي حاله انه اذا كان طبيعي يعني استقر. بعدين اذا وصلت الحاله انه بعد مدى يقدر يتنفس كلش، النقله للمستشفى او للاسعافات تعالجه بالاكسجين، جهاز الاكسجين. والله يعني هي حسب الحاله، مرات اكو حالات اختناق شديده يعني ما نقدر نعالجها هنا، ننقله للمستشفى، او مرات اكو حالات جروح يعني هم ننقله للمستشفى ونعالجه هنا حسب الحاله، يعني حالات هواي هي تجي. يعني احنا هنا عندنا مفرزه هاي شارع السعدون، المفارز هاي على هذا الطريق كله، عندنا مفارز بساحه التحرير هم ايضا جوا النصب، ومفارز يم الجسرهم كذلك، وهسه مفارزهم اكو جوا جسر السنين. والله هو نحتاج اغلب شيء هو نورمال سلاين، نحتاج مثلا شاش بوفيدين،
نحتاج مثلا باراسيتون، هم مسكن آلام، نحتاج يعني هاي الأمور، ما نحتاج أشياء كبيرة. أكو معاون طبيب أو طبيب هنا يعني تحت إشراف دكاترة، طبعا توجد يعني نسوي مثلا خياط، وجدت عندنا حالة هنا خياطنا إنه بس حالات كبرى لا، الحالة مو إنه ما شغلة ما تتحمل نقل، بس يعني هي حالة بسيطة نقدر نعالجها هنا يعني. أو أكو طبعا أكو يعني الأبطال اللي إحنا عندنا هنا بساحة التحرير إنه يرفض يروح للمستشفى، يقول إذا أروح للمستشفى ما أروح، خلوني هيجي، فنضطر إحنا نعالجه هنا في سبيل إنه يبقى ونعالجه على الأقل، مو إنه يروح للمستشفى وما يقبل هو أصلا. رسالتي الإنسانية إنه أني من تواجدت بساحة التحرير لحد هذا اليوم أني كل يوم دا أجي، لأن شفت الأبطال، شفت الرجال الغيورين طبعا كلهم اخواننا، وشفتهم انه عندهم شهامه متى يقدرون انه يعوفون هاي الثوره ويعوفون دم الشهداء هدر. فاني يعني اوجه تحيه لكل الشعب العراقي على هاي غيرتهم وشجاعتهم، وان شاء الله منصورين يا رب. جينا هنا لساحة التحرير، يمكن صار لنا أسبوع جينا هنا حتى إنه نساعد المتظاهرين الشباب الجرحى والمرضى، ونساعدهم معنوياً هم ونساندهم ونقولهم إحنا كنا وياكم وإن شاء الله منتصرين. طبعاً خلال عملنا إنه بساحة التحرير تجينا حالات يعني مو بس إنه حالة اختناق أو جروح، يعني يجينا حالات إنه حتى مجرد نسحبهم بسرعة للمستشفى لأن هم أصلا حالتهم خطرة، يعني حالة إنه تجي براسه هاي الدخانية مسيلة الدموع براسه أو بظهره أو بطنه أو حتى بإيده أو رجله، كلها هاي ما نقدر هنا نعالج، يعني هنا عندنا بس إسعافات أولية، ما نقدر هنا نعالج هيك شغلات صعبة. نوديهم الإسعاف الأقرب مستشفى طبعاً. تجينا حالات اختناق يعني كثيفة بالليل، يعني لود يصير كلش قوي، نسوي يعني اللي نقدر عليه واللي نساعدهم به، نساعدهم معنوياً، يجون هنا نخليهم يستراحون. طبعاً يوم عن يوم دا يكثرون اللي دا يجون، يوم عن يوم دا تنتشر ثورتنا بكل العالم، والأعداد الطلاب المتطوعين دا يزيد يوم عن يوم، والحمد لله والشكر احنا باقين ومستمرين وداعميهم ان شاء الله. احتياجاتنا طبعا ما شاء الله يعني ما دا يخلونا نحتاج، يعني ما شاء الله يعني التبرعات التجينا يعني دا نخلي حتى احنا دا نطيهم، يعني نطي غير فئات، يعني تبرعات ما شاء الله هوايه دا يعني مكفينا الحمد لله والشكر. هوايه اكو ناس دا تتبرع، هوايه اكو من المذاخر دا يضخونا بالمواد اللي احنا نحتاجها والحمد لله والشكر. يعني إن شاء الله مستمرين على هاي خدمة المتظاهرين إن شاء الله، وإحنا كلنا وياهم وداعميهم إن شاء الله. هنا مو لاجل انه نستفاد او لا، احنا نريد نفيد العالم، جايين لاجل مساعده. الروح الانسانيه اللي عندنا اللي شفناها اللي اغلب عند الشباب اليوم هم شباب الغد، اليوم جاي يشوف طالب، جاي يشوف الممرض، جاي يشوف الاستاجير، جاي يشوف الدكتور اللي يحب يساعد، ويساعد مو بفلوس، يحب يساعد مجاني، اللي الحكومه ما قدرت توفر اي شيء، هاي كلها جهود ذاتيه، يعني اي مساعدات منها، احتمال شيء بسيط اللي هي نقابه الصيادله وبعض الدكاتره، من دكاتره الشيخ زايد، دكاتره الكندي، مستشفى الكندي. جاي تجينا بعض الحالات بعضها مختنق، بعضها مو مختنق، لانما لا هو مسترس اللي يصيح له HYS اللي هي نوع من الهستيريا صايره عنده، اللي هي شلون الخوف، خلينا نقول قلبه يصير سريع بس يريد يتنفس ما يقدر. هاي نقدر نعالجها، نهدي المريض، نقول له ماكو شيء، اهدأ، ونغسل له وجهه ونحطه على صفحه ونهدي. اما الحالات المختنقه نقدر نسوي له اذا
فاقد الوعي نقدر نسوي له CPR اللي هو التنفس الاصطناعي، نقدر نرجعه. أما تجينا حالات جروح بسيطة، جروح بسيطة هاي نقدر نعالجها ونعقمها ونداويها ونشدها ونتركها على صفحة. أما تجينا مرات جروح عميقة اللي هي السحلة الديب هاي نقدر نستشورها، عندنا دكاترة يستشورون يعني يخيطون الجرح. احنا دكاترة اختصاص أغلبهم اللي هم دكاترة شيخ زايد اللي هم اختصاص قلب، اختصاص كسور، اختصاص جراحين، هم تعدنا هنا. عندنا هنا هم يستشورون، أنا أستشور، عندنا بعد طالب أسنان هم يقدر يستشور. بس رسالة لرئاسة الوزراء أو البرلمان، يعني الشباب من اللي طلعوا، يعني من أنت ضربته، يعني شو وش طلب منك يعني شو طلب منك؟ هو ما طلب غير اللي حياة إنسان عايش كريم، اللي هي أغلبها يعني ماي، كهرباء، صحة، تعليم. هو ما طلب منك إنه يمشي على أرصفة من ذهب، ولا طلب منك سبالة مخفية بالحيطان مثل ما جاي تعمل السعودية، ولا 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 ولا. هو طلب منك حياة العيش الكريم يا أخي، ما تقدر توفرها يا أخي بأسبوع كامل. شوف الشوارع شلون نظيفة، هي جهود ذاتية من شباب غد، شباب جيل مستقبل واعد. فرسالة أخيرة إلى رئاسة الوزراء والبرلمان، هذه بلادنا وأنتم تحكموها، وليس بلادكم وإحنا نسكنها. بأن كل المصابين بنحاول نقدم كل اللي عندنا، فكل شيء نقدم اللي نقدر عليه واللي ما نقدر عليه. يعني نقدر نقول 70% اختناق و 20% حروق، والباقي حروق وجروح، والباقي كيسات نقدر نقول حالات خطرة. يعني أول شيء اللي يجونا حالات الاختناق، أول شيء يجي عندهم تدميع من العين، أوكي، بالإضافة لحرقة بالبلعوم، أوكي، بالإضافة لحرقة أيضا بمنطقة الوجه، بالإضافة للخنقة نفسها. فإحنا كبداية إذا نبدأ من الصفر نخليه بزايد 45 درجة من يجينا المريض على مود التنفس مالته يكون سهل، ونبدأ نخليه لقطرات إجتنا حقيقة بالجديد، نبدي له بهاي القطرة اللي هي سعلة تتراكاين اللي هي مخدر موضعي للعين. هاي بس مجرد نخليها على عينه، بعد كل شيء ما يحس، الألم كله يروح، أوكي. بعدين نغسل له عينه بالنورمال سلاين على مود نطهرها، بعدين نخلي لها هاي القطره اللي هي عباره عن ارتفيشال دروب، قطرات صناعيه، وعينها ترجع 100% سليمه. شنو نجي القصبه الهوائيه؟ من ثلاث حالات، يا اما المريض يجي عنده ربو، يعني عنده سابقا مرض الربو، فهذا يصير عنده تشنج بالقصبات ونقدر نتعامل وياه بكل سهوله لانه كل شيء متوفر عندنا. الحاله الثانيه حالات الاختناق الشديده جدا، يكون عنده اصلا تقلص القصبات. الحالة الثالثة من قبل يوم بدأوا يخلون زيت الخردل، بدأوا يستعملون زيت الخردل اللي هو حقيقة زيت مميت، وهم من تجينا حالات الاختناق هاي. حقيقة أتوقع عن اللي قرأت عنها مجموعة من المواد، أتوقع هي تحتوي على الكربون والنيتروجين والكلور، ذن اللي أعرفهم، وأتوقع الأمونيا هم يعني كربون وكلور وأمونيا ونيتروجين. حقيقة كنسب ما أعرف لأنه هي مختصاصي، بس عليك حالات اختناق لا طبعا هي لا تتبع المظاهرات السلمية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضل جميع العراقيين المساهمين من أطباء وصيادلة، معاون طبيب، مختبر، متطوعين جمعية الهلال الأحمر، متطوعين شباب، الكل شارك بهذه العملية وهذه المظاهرات، إن شاء الله بيهم البركة. لا ننسى فضل الناس اللي الدعم هائل بشكل مو طبيعي، بشكل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتظر من هنا بس طوان على كيف تعال قد انطيني الشاش، بس او اترك لي اياه، بس الشاش بلاستر بسرعه. بلاستر جيب البارد، جيب البلاستر.
هذا عندك جو لازم اشوفه. بلاستر بلاستر هذا الجو لازم اشوفه. عاد عاد لسه عصاره مال حروق. عصاره مال حروق عاد واخر زيت تحميم. اعطيني بلاستر اعطيني بلاستر دور الاطباء هنا شهادتي بيهم طبعا مجروحه يعني كلش مجروحه شهادتي بيهم لو مو الاطباء يعني هاي الجمهور والناس بتجي الفخر لهم طبعا هاي شهاده بيها مجروحه فخر لهم يعني هم قبل لا يطيح قبل لا يريد يطيح هم جو تلقوه شالوه قبل لا يريد يطيح هم يتلقونه يشيلونه كليتهم يعني ترتيب حلو وبارك الله بيهم وإن شاء الله أدعم رب العالمين يوفقهم ويسترهم يعني توفيق إله هذا. وثاني شيء عندك بالأربعينية مال الإمام الحسين ما هيك بيها دعم وارزاق هنا الأرزاق مضاعف هنا الأرزاق مضاعف واللي يطيح شهيد هنا مقامه ويا الإمام الحسين يعني هذا على الفاسق مسيطرين بكل شيء يعني بكل شيء مسيطرين يعني ما اعرف شلون اوصف لك اياها يعني التوفيق اله ما ادري شلون صاير. بالبداية احنا متطوعين من قبل منظمة بها دكاترة وبها طلبة فاللي نقدمه المساعدات ويجونا الجرحى اكثر شيء يجون جرحى وحروق قدمنا كل جهدنا وان شاء الله احنا باقين لحد ما تنتهي هاي المسيرة كاملة وان شاء الله نكون منتصرين. ابرز الحالات الاختناق والحروق فجدا صعبة الحروق نتعامل وياهم بالعلاجات الخاصة بالحروق والاختناق كذلك بالأكسجين والفيتون وغير أشياء يعني دي يصير عندهم تشنج وخدر حتى بجسمهم كله دي يكون بسبب هاي القنابل المسيلة للدموع. وعندنا أكثر من مفرزة بالمقدمة وإحنا هنا ننطيهم البضائع إنه نروح ننطي الأدوية يعني أشياء المستلزمات الصحية ننطيها احنا مسعفين هنا انا والاخ انه نوديها على قدر الامكان. والله هي حاليا كل شيء متوفر لنا كل شيء يعني مساعدات تجينا من جهات مدنيه فنانين ممثلين يعني ينطونا الاشياء اللي احنا نحتاجها. احنا كصيادله بنقدم للمتظاهرين خدمه احنا صراحه بنقدم للمفارز خدمه تجهيز الادويه والمعدات الطبيه بنجهز كادر بنجهز كادر اطباء وصيادله للمفارز كافه على مود يكون اكو اشراف طبي جيد على الشباب اللي دا يشتغلون بنفس الوقت تكون عندهم معدات كافيه للاسعاف والانقاذ يعني هذا اللي كل اللي بنقدمه للمتظاهرين حاليا. بتوصل معظمها حالات اختناق طبعا حالات الاختناق متنوعه يعني بعض الناس يكون عندهم امراض مزمنه بعضهم يكون عندهم حساسيه زياده عن الاخرين تجي حالات حروق اصابات طفيفه جروح احيانا اصابات عميقه يعني كل انواع الاصابات بنتعامل وياها يعني
مثل ما هو معروف بالعلاجات أو الإسعافات الطبية، جبنا معقمات، كحول، بانديجات، شاش، بلاستر، بوفيدون، ونحاول إنه نسعف قدر الإمكان. إحنا حالياً هنا في مفرزتنا ما عندنا إسعاف، عندنا أجهزة تبخير أكسجين فقط الناس المختنقين، لأن إحنا مددنا كهرباء هنا نسعفهم. إحنا نجهز المفارز بأجهزة أكسجين يدوية، هاي الأجهزة تفيد المتنقلة على البطاريات تشتغل ومفعولها سريع، تفيد المنقذين دائماً. وفرنا جزء كبير من المفارز والمنقذين اللي فوق الجسر وتحت الجسر بها، والمفارز اللي هنا والإسعافات على مدة سرعة الإسعاف. وبنفس الوقت أكو أجهزة تبخير على الكهرباء أيضاً، النقاط اللي بها كهرباء بننطيهم من هاي الأجهزة. صراحة يعني أنا حسب ما أتذكر آخر شيء صارن يعني 40 أو 50 مفرزة، يعني ما أعرف الرقم بالضبط، بس يعني مفارز هواية. وإحنا على التواصل دائماً، بالفيسبوك مسوين جروبات، بالتليجرام مسوين جروبات. إحنا حالياً يعني دنا نتعامل ويا الإصابات أول بأول، بس يعني طارئ معين إذا كان أكبر من اللازم ما أعتقد رح نقدر نتعامل وياه، يعني أعداد كبيرة جداً هنا. أنت مثل ما تعرف بالتحرير، إحنا يعني دائماً احتياجاتنا هي نفس الاحتياجات دائماً، يعني كمامات، فلتر، نسوي محلول صوديوم بايكربونيت، هو عبارة عن ماء مع صوديوم بايكربونيت اللي يجي باودر، هذا بديل جيد للنورمال سلاين، أنا مدمن استهلك نورمال سلاين، بالإضافة إلى الشاشات والباندج والعصارات الحروق الطفيفة وعصارات المضادات الحيوية وأدوية مضادات حيوية، يعني هاي المواد اللي نقدر نستخدمها يعني كشكل سريع. والله بصراحه انا يعني حسب ما قريت يعني بالجوجل انه هاي القنابل هي تحتوي على غاز السي ار او السي اس، يعني هي قنابل مسيئة للدموع، لكن خبرتي بالقنبله نفسها ما يعني قليله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالنسبة احنا ككوادر طبية نقدم الخدمات الطبية للمتظاهرين، حالات الإسعاف الأولية تجينا، الحالات بتجينا أغلبيتها اختناق أثر الغاز المسيل للدموع، حالات بعض الفراكشر الكسور من حالات التدافع اللي نقدر نقوم به، الإسعافات الأولية هنا نقوم به، والأغلبية فضل من الله يقومون ما به شيء. لكن بعض الحالات الأخوة بالإسعاف ما مقصرين، ندزهم بيد الإسعاف للمستشفيات. أكو مفارز راجلة وأكو مفارز ثابتة، مفارز الراجلة تعالج الحالات المستعجلة، والمفارز الثابتة الناس تجيبها، وأكثر شيء تحياتنا لأهل التكتك لأن هم يجيبهم ويجون بالنسبة للمرضى، وين ما يلقى مريض يجيبه أي بيشي. كل المداخل والمخارج بالمال التحرير موجودة مفارز طبية، من السنك تقريبا إلى كهرمانة، ومن بعد النضال هماتين موجودة مفارز، فتقريبا مكفين حقيقة، ما نحتاج شيء لأن متبرعين هواية. وهاي المظاهرات حقيقة وحدة شعب كامل، تلقى الكردي، تلقى ابن الغربية، تلقى ابن الجنوب، يعني هنا مفرزة مال من البصرة بس تطل التيك توك بنزين مجاني، ففضل من الله ما محتاجين شيء، لأن أغلب الناس ده تجيب الأدوية، ده تجيب الشغلات إن الاحتياجات الطبية. الطبية بالبداية يعني كانت تطوعية أغلبها، مع بعض المفارز من بعض المستشفيات من دائرة الصحة
الرصافة. من بعد ما بدأت تسوء الأوضاع وتكثر الإصابات عندنا وبالأخص كثرة حالات الاختناق، بدأت تزيد عدد المفارز الطبية. دائرة صحة الرصافة شكلت لجنة زيدت عدد المفارز الطبية الموجودة، أيضا أنطت إيعاز بتواجد العيادات المتنقلة أيضا من قطاعات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى نشر الموظفين التابعين لقسم تعزيز الصحة من دائرة صحة الرصافة لنشر الوعي حول الإسعافات الأولية، لأن كثير من المفارز هي مفارز تطوعية ما بيها ستاف طبي حقيقي، لذلك واجهنا بعض الإسعافات الأولية الخاطئة للأسف اللي سوأت الحالة مو صححتها، فبدينا نحاول أنه نفرض نوع من السيطرة الطبية التابعة لجهة رسمية قانونية اللي هي دائرة صحة الرصافة حتى ننظم العمل. طبعاً مو بس الأطباء، أطباء أسنان وصيادلة حتى طلاب كليات المجموعة الطبية كلهم راح تلقيهم متوزعين بالمفارز الموجودة. بالبداية أول أيام كانت أغلب الإصابات هي إصابات جسدية اللي هي يعني القنابل، كانت قنابل الغاز تصير مباشرة الرأس والصدر والبطن، فكانت تجينا هواية حالات من هاي، كانت دائما تنقل بالإسعاف مباشرة إلى إحدى المستشفيات اللي هي أما الكندي أو مدينة الطب أو الشيخ زايد أو الجملة العصبية. من بعدها قلت هاي الإصابات، صارت أغلبها أما اختناق بالغاز أو أنه القنابل الصوتية دائما تشظي، فالشظايا تصيب أماكن متفرقة من الجسد، أغلبها كانت تعالج داخل المفارز، وبعض الحالات اللي تسبب جروح عميقة تنقل إلى المستشفيات المذكورة آنفا لخياطة الجروح وإجراء الفحوصات للمصابين. عمليات صغرى لم يتم إجراءها إلا نادرا لما يكون الطبيب المتواجد هو طبيب اختصاص جراحة عامة أو أي فرع من الأفرع الجراحية، أما غيرها فممنوع من عن باتن إجراء التداخل. وهذا إحنا اللي قلنا بعض المفارز هي مو ستاف طبي أو ما عنده خبرة، قاموا ببعض خياطة بعض الجروح، لكن الحمد لله احنا نقلناهم للمستشفى وإعادة الخياطة ويعني نمشي بخطوات طبية صحيحة. لذلك احنا رسالتنا المهمة رجاء 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 المسعفين المتطوعين بالمفارز الطبية الإسعافات الأولية، لا تشتغلون أي شغل خارج عن معرفتكم الطبية، حاولوها استعينوا بالأطباء الموجودين بالساحة، لا تسمون أي إجراء تداخلي خطأ. يعني كثير من صفحات الفيسبوك مجدت بكثير ناس إحنا شاكرين لوجودهم، لكن لو يعرفون ذول الناس اللي بالفيسبوك إنه ذول ليش قدر تكبوا أخطاء ما كان شيرانهم ولا كان حجوا بيهم بهاي الطريقة. ما عندنا بصراحة أي معلومة، حتى كثير من الإشاعات والحكي صار إنه هاي بها فلان غاز فلان غاز، إحنا بالنسبة لنا كستاف طبي بعيد عن هاي المعلومات، ممكن خبراء بهاي المعلومات يجاوبون، لكن إحنا بدنا نحاول نتعامل ويا طريقة الاختناق. يعني بعضها مثلا نشوف إنه الحليب يشتغل عليها، بعضها نشوف إنه لا مثلا المي المقطر أو البيكربونات يشتغل عليها، وهكذا. يعني فإحنا نحاول الإسعاف بغض النظر عن شنو المادة الموجودة بهاي القنابل. كل شيء اللي جاي يريدونه للمتظاهرين الجرحى قاعد نقدمه لهم زين، وندعي الحمد لله والشكر الحالات الخطره ما جاي توصل لنا، والاسعاف الفوري وزاره الصحه ما مقصره لتطلع بيه قوى المستشفيات. اختناق اكثر شيء انه كمفارز اختناق صارت كسور انضمت بيه ونطلع للمستشفى. لا العمليات الصغرى لا تجرى هنا، يعني الجو يلوث الحاله، فلذلك احنا نضمد ونطلع للمستشفى. مفارزنا منتشره احنا، وثاني شيء اذا حاله طارئه نعالجه داخل الاسعاف، عندنا معدات كامله ادوات كامله داخل الاسعاف نعالج بيها. صراحة احنا دا نقدم الاسعافات الاولية اللي دا نقدر عليها للمتظاهرين، اكو اسعافات ما نقدر نتلاحق عليها لازم تروح للمستشفيات، احنا اللي دا نقدم اوكسجين، الادوية الهيدروكورتيزون، تعقيم العين، انه نحاول انه نصحي من حالة الفقود اللي هو بيه، بس تجي حالات يعني مثلا العظم طالع او شيء هاي لازم مستشفى، لازم اكسترا ياخذ، ما نقدر هاي الامور مو كلها متوفرة لنا بالمفارز الكاملة، لازم مستشفى.
بس احنا كمفارز عددنا الحمد لله هوايه موجودين وناس تساعد ناس، نحاول قدر الامكان نخفف عن العبء الموجود بالمستشفيات. اختناق اكثر شيء من وراء الغاز اللي يصير، غاز مسيل الدموع تسبب حالات اختناق كلش كلش قويه، كبار وصغار ومن كافه الاعمار، يعني من كافه مو الا يم الجسر او يم جسر سلك او شيء، بكل مكان الموجوده مساحه التحرير يصير هذا الموضوع. يعني اذا احنا كان جرح نقدر نتلافى وعسر احنا نسوي، ما يحتاج ندز المستشفى ونكثر اللود عليهم، احنا نحاول قدر الامكان نتلافى كل هاي الامور ونساعدهم. بس تعرف قلت لك اكو حالات لا تحتاج انه عمليات كبرى او انه امكانيات اكثر اللي هي متواجده بالمستشفى مثل الاشعه او الجروح اللي تكون كلش عميقه، فما نقدر احنا نسويها. مسيطر على الوضع ومن يحتاجون اي شيء احنا راسا نتحول على غيرهم، نصعد لجسر سنك، نصعد المتقدمه، احنا نساعد الكل، يعني ما واحد يبقى بمكانه. ومن يحتاجون ادويه اذا احد ما يقدر يجي ناس تروح لهم، واحد يساعد الثاني ويسند الثاني. اكثر شيء نحتاجه هو الاكسجين بسبب حالات الاختناق الكثيره اللي دا تصير، نحتاج الاكسجين بكثره وبكل المفارز، او نحتاج المغذي النورمال سلاين، نحتاج ابر الهيدروكورتيزون، نحتاج البخاخ الموف او الكريم، لان تجي حالات رضوض هوايه.